FM. الكلمة ليك. اللي قدم الأغنية تطوع بيها، عملها مجانا. وإن إحنا لما أنتجناها أنفقنا عليها، ولما أنتجناها أنفقنا عليها، وخرجنا الألبوم للناس وعملنا له الإجراءات بتاعته الحمد لله في مصر. ويمكن اضطريت إن أنا أفتح شركة إنتاج في مصر علشان أنتج الألبوم ده، وكان ممنوع إن إحنا كشركة تدريب ننتج. عملنا شركة إنتاج في مصر وأنتجنا فعلا السي دي، وفوجئنا الحمد لله إن الناس بيحصلوا عليها بحب وعاوزين يتغيروا. لكن هي هدفها مش تجاري نهائيا، بل بالعكس إحنا يمكن بنخرجها الناس بتكلفتها تقريبا، بل وبندي منها هدايا. وأنا بأهدي القناة الألبوم بالكامل وبدون أي أجر، بأهدي كاب اف ام الألبوم بالكامل إهداءا بدون أي أجر، بدون أي شيء. القناة تعرضه وهكذا، ولو أي شخص يحب أنه حتى يعيد نسخها ويعيد طباعتها وتوزعها، أنا أعطي هذا الحق مجانا نهائيا. في تونس راهو القرصنه فنرجع تاني لا بس بقبول. فارجع تاني ان ليه اخترت الغنى، لان الغنى هو مؤثر من المؤثرات اللي بتغير الناس، بتوديهم للمشاعر اللي بيسمعوها. فبالتالي لما انا اقول له دور على نفسك جواك، دور على كلمه انسان، دور ما تقولش انا تعبان، يبقى اذا انا ببدا اقول له فكر بالطريقه الايجابيه، فكر بطريقه تروح بيها للنجاح، فكر فيها وانت عندك قوه وقدره وطاقه داخليه تقدر تحقق بيها الاهداف والامال والاحلام المستقبليه. يبقى الفن مع التنميه الذاتيه. كاب اف ام. الكلمه ليك.